ومرحبا بكل السادة الكرام الذين التحقوا بنا توا عبر هذا الأثير المعطر بأرجي الذكر الحكيم. أخي الكريم، أختي الكريمة، ونحن يعني في هذه الأيام الأخيرة من هذا الشهر المبارك الكريم على مشارف يعني أن نمد أيدينا لنصافح رمضان مودعين، ولا ندري هل سنلقاه مرة أخرى أم لا. أسأل الله تعالى أن يمد في أعمارنا جميعا حتى نصومه أعواما عديدة وأزمنة مديدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وخليني أخي الكريم أختي الكريمة بعد إذنك طبعا تكلموا اليوم في هذا الموضوع اللي احنا واقفين عليه جميعا في هذه الأيام المباركة. تستجاب الدعوات، ربي سبحانه وجل في علاك يقول في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الشرط خص الداعي خص يطلب، يجب أن يدعو، يجب أن يسأل، فربي سبحانه وتعالى يجيب دعوته ويجيب دعاءه. ما قالش المؤمن وما قالش الصالح وما قالش المحسن وما قالش لا الداعي، كيف ما كان هذا الداعي هذا خصو غير يزيد ويقول يا رب سيد ربي يقول لي لبيك يا عبدي، أجيب دعوة الداعي. فالصائم على العموم دعاؤه مستجاب، يك من الدعوات التي لا ترد دعوة الصائم على مدار اليوم كامل. دعاؤك أخي الكريم أختي الكريمة دعاؤك مستجاب، ما يدخلك الشك، أحسن الظن بمولاك أنت صائم، هذا يعادل أن دعاؤك مستجاب. معادلة، صائم كتعني دعاءك مستجاب. ثم في لحظة الإفطار عندك واحد الدعوة لا ترد، وملي تنقول واحد الدعوة يعني ماشي طلب واحد، يعني أي حاجة طلبتيها في هذيك اللحظة فها لا ترد. اللي طلبتي الصحة، طلبتي الرزق، طلبتي حسن الخاتمة، طلبتي التيسير، طلبتي الأولاد، طلبتي الصلاح، طلبتي الهداية، طلبتي الإيمان، اللي طلبتيه مهما كانت المطالب كثيرة بالنسبة لك أنت عند الله تعالى راه لا شيء. عند الإفطار للصائم دعوة عند فطره لا ترد أبدا. والإنسان أخي الكريم أختي الكريمة ما يتسناش حتى يكون في الشدة وبدي يطلب الله تعالى، من الناس اللي يحبهم سيدي ربي سبحانه وتعالى في علاه، من الناس الكرماء على الله تعالى اللي عندهم واحد الجاه وعندهم مقام وعندهم مكانة عند الله تبارك وتعالى، الناس اللي كيحبهم وكيبغيهم وكيف قلنا البارح يعني يحبهم ويحب من يحبهم، وعندهم واحد العناية خاصة وعندهم واحد الرعاية خاصة من الله تبارك وتعالى، هما الناس اللي يسألون الله دائما وأبدا في الرخاء قبل الشدة، دائما يسأل الله تعالى. مش حتى كتوقع المشكل، مش حتى كيجي ولده يدوز الباك تلقى الايام يا ربي نجح لي ولدي، لا تدعي على طول السنه كامله، هو تدعي على طول تدعي. شتي واخا ما تكونش عندك اخي الكريم مساله، عندك كل شيء ما محتاج والو، الدعاء عباده خصو يدار. كاين دعاء المساله دعاء الطلب، وكاين دعاء العباده. انا تنطلب الله تعالى دعاء، أتعبد الله جل في علاه بالدعاء، والدعاء هو العبادة. فسيد النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء في الرخاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء في الرخاء. فأنت ملك تدعي الله تعالى في, 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 في الرخاء، يعني سيد ربي سبحانه وتعالى كيشوفك بأنك مرتاح، الحمد لله ما خاصك تخير، ومع ذلك تتزيدك وتتذلل بين يديه وتدعوه. فالنهار اللي كتكون في الشدة، النهار اللي كتكون في الأزمة، الله يحفظنا جميعا، ربي سبحانه وتعالى كيوقف معك ويفرج عنك ويجعل لك بعد العسر يسرا ويجعل لك من الهم فرج.
فهذه الأيام أخي الكريم هي في الحقيقة أيام للدعاء. الناس اللي عند الحوائج، الناس اللي عند الأمنيات، وهذه الأمنيات قد تأخرت، تبان لي بأن مازال معطلة، مازال ما تحققش. هذه الأيام، هذه الأيام أيام يستجاب فيها الدعاء. والإنسان هو كيدعي الله تبارك وتعالى يجب أن يستصحب معه حسن الظن بالله تعالى. الدعاء سلاح أخي الكريم أختي الكريمة. الدعاء سلاح، هو سلاح المؤمن، كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. ما حدك تتدعي راه عندك السلاح، ما دعيتيش فرطتي في الدعاء، فرطتي في السلاح ديالك، نسأل الله السلام والعافية. والإنسان ما عندوش السلاح في خطر شديد. في الحديث كيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. أحب سؤال ممكن تسأله الله تبارك وتعالى، أعظم شيء ممكن تطلبه من الله تبارك وتعالى شنو هو؟ هو العافية. العافية، العافية في الدين، في البدن، في الدنيا. شوف أخي الكريم أختي الكريمة، والله العظيم لا، احنا غارقين في نعم 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 نعم، والواحد كيتمنى كيقول يا ربي عرفني نعمك بدوامها لا بزوالها. فشكون اللي كيحس بالقيمة ديال النعمة؟ الإنسان اللي ما عندوش هذيك النعمة. اللي عنده النعمة ربما يتأفف منها، ربما مبقاتش كتبان ليه ولا كتبان ليه شي حوايج أخرى، نسى داكشي اللي عنده في يديه، ولا كيشوف عينيه كتمد ولا تمدن عينيك، كتمد عينيه لشي حوايج أخرى. شحال من واحد أخي الكريم أختي الكريمة صحيح قوي البدن، كيجري تبارك الله، كينعس، كياكل، الشهية مفتوحة، يمشي المسافات الطويلة، وكيطلع وكينزل، وتبارك الله صحيح، واللي بغاه يهزها اللي بغاه يديرها، وتتلقاه يتأفف وما عجبوش الحال. وكين واحد آخر كيتمنى العشر ديال ديك الصحة اللي كاينة عند داك الإنسان. فالإنسان يدعو يسأل الله تعالى العافية. أحب سؤال ممكن تسأل الله تعالى أن تسأله العافية. وأنت تدعو أخي الكريم أختي الكريمة استحضر واحد المسألة، شنو هي؟ استحضر أن سيدي ربي إله هزيت يديك، أنا أقول هكذا، إله هزيت يديك، أنا من الأدب ديال الدعاء أن الإنسان يهز يديه. وكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في الدعاء حذو منكبيه، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا انتهى من الدعاء يمسح بكفيه وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت تدعو أخي أختي استحضر بين عينيك هذا الحديث اللي كيقول لنا سيد العارفين بالله، أكثر واحد كيعرف الله تبارك وتعالى هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كيقول لنا: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. استغفر الله العظيم على هذا المثل، ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الأمثال. ملي شي واحد كيسعى متسول كيمد يديه وتيقول لك أعطيني، تقدر ما تعطيش،
تقدر ما تعطيش. وخدت مدت يديه، لكن سيدي ربي سبحانه وتعالى مديت يديك ضروري يدير لك شي حاجه، ممكنش ترجع يديك خاوين، ضروري يعطيك شي حاجه. ولكن خصك تمد يديك، خصك تسعى، يجب ان تسعى، خصك تزيد تمد يديك وتقول يا ربي انا فقير. شوف ابن عطاء الله السكندري، هذا الرجل العارف بالله في المناجات ديالو، تيقول الله تعالى إلهي أنا الفقير في غنائي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جاهلا في جهلي؟ إلهي أتوسل إليك بفقري، ووصول الفقر إليك محال، وأشكو إليك ضري وما يخفى عليك حال. كانوا كيعيشوا بلي كيقرأ الآية القرآنية يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، كيعيش الإحساس ديال الفقر، وكيشوف حقيقة بأنه فقير لأنه محتاج لكل شيء. ولذلك من دعاء العارفين اللهم اغننا بالافتقار إليك. الغني الحقيقي هو المفتقر لله تعالى، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. وأنا كندعي يكون عندي هذه الفكرة، ندير هذه الفكرة نصب عيني. شنو هي؟ هي أن سيدي ربي حي وكريم سبحانه وتعالى، ماشي بخيل، حاشا سبحانه وتعالى عما يصفون، كريم. وداكشي اللي أنا طلبت ماشي عنده، عنده داكشي الذي لا يخطر على البال. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وقدير على كل شيء قدير. هذيك الحاجة اللي كتبان لك أنت مستعصية صعبة مستحيلة، سيدي ربي في أقل من رمشة عين يحققها لك، ولكن تدعو بصدق وحسن ظن بالله تعالى مهما كانت حاجتك. وبيناتنا أخي الكريم أختي الكريمة، أحيانا كنشوفوا في الواقع ديالنا، ودابا حنا كنعيشوا زمان ديال التواصل الاجتماعي، كان يعني كل شيء قريب، كتوقع الحاجة كيوقع الحدث مع الثلاثة، كيوصلنا حنا مع الثلاثة قبل جوج دقائق، قبل ما دغيا كتوصل الأحداث. أحيانا كنسمعوا أخبار وكنشوفوا أخبار وكنقراوا أخبار ديال شي معجزات كتوقع للناس، معجزات، شي أمور خارقة للعادة اللي في العادي ما كتوقعش، ولكن كاينين شي ناس كتوقع لهم. فهذه الحوادث أخي الكريم أختي الكريمة هي رسائل ربانية لنا حنايا، باش ما نيأسوش من رحمة الله تعالى. باش ما تيأسش من رحمة الله تعالى. شي مرة تقرأ مثلا شي واحد مزوج مع شي وحدة مثلا، ودوز واحد المدة طويلة وما كاينش الولاد، وربما يعني بلغوا من الكبار ووصلوا للسن، واحد السن كبيرة، وتنقرأوا يعني هذا الشيء، وفي التالي المرأة يعني وصلت لواحد السن اللي صعب جدا طبيا أنها تحمل، وكتحمل، وماشي كتحمل بطفل واحد، كيكون عندها توام ولا ثلاثة، يعني هادشي كنشوفوه. فسيدي ربي كيصيفط لنا رسائل مرة مرة، تبغى يقول لنا ولا تيأس من روح الله، ما تقنطش. شي مرة كنسمعوا شي أخبار في حال هكذا اللي ما تتخطرش لك على البال، كتقول وما يمكنش هادي توقع، وكتوقع، وتجي تحت عينيك وكتقراها رسالة ربانية، كيقول لك سيدي ربي غير طلب طلب طلب، هادشي راه كنعطي، هادشي راه عندي لا شيء، إلا بغيت نعطي راه نعطي، ولكن طلبني، ما تقولش بركة صافي وما يمكنش، أنت اللي كدير الحدود، أنت اللي كتحبس رزقك، أما ربي عنده الخير كامل. الإنسان لا محدود أخي الكريم أختي الكريم، الإنسان
الى تتمنى على الله تعالى وكيلح على الله وكيبكي على الله وباغي ديك الحاجه بصدق، والله العظيم الى ربي يعطيها لي، لانه كريم، كريم سبحانه وتعالى. ولكن خصك تطلب وتحسن الظن بالله وتستحضر ان الله تعالى حيي كريم، يستحي اذا رفع الرجل اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين. في الحديث الاخر ان الله رحيم كريم، يستحي من عبده ان يرفع اليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. ثم وانت تدعو اخي الكريم اختي الكريمه، كن على يقين بانك في هذه اللحظه ولو انك ما محتاج لوالو غير مجرد انك كتدعي، راك تدير واحد الوقايه، تدير واحد الوقايه من هذيك الامور، يعني الاقدار اللي ربما قد تزعجك سيدي ربي يدفعها عنك. قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يرد القدر الا الدعاء، لا يرد القدر الا الدعاء. وهذا في الحقيقه حديث عجيب جدا فيه ثلاثه ديال الافكار الرئيسيه. لا يرد القدر الا الدعاء. يقدر يكون شي قدر، نسال الله السلامه والعافيه، شي حاجه سيئه كانت ممكن توقع لك، ولكن سيدي ربي شافك بانك تدعو وتدعو وتدعو وتدعو، تسال الله تعالى العافيه وتساله السلامه وتساله الالطاف وتساله وتساله، سيدي ربي يدفع عنك ذلك القدر اللي كان ربما سيؤذيك. حاجه اخرى، فكره اخرى كاينه في هذا الحديث، وفي الحقيقه بغيت نذكرهم كاملين: ولا يزيد في العمر الا البر. وهذه الزياده واش زياده حسيه ولا زياده معنويه، كلام للعلماء، ولكن راه كاينه زياده باش بالبر. وتتم ديال الحديث: وان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يذنبه. احيانا كيكون الذنب سبب فانه كيمنع على الانسان شي رزق من الارزاق. وان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يذنبه. فاخي الكريم اختي الكريمه، الانسان الذكي، الانسان اللبيب، هو الذي يستغل هذا السلاح اللي أعطاه ليه الله تبارك وتعالى، اللي هو الدعاء. قلنا بأنه سلاح المؤمن، بأنه عماد الدين، بأنه نور السماوات والأرض. وسيدي ربي هذاك الإنسان الداعي يصرف عنه الأمور التي لا يحبها، وهذاك الإنسان الداعي الذي يكثر من الدعاء في الرخاء، سيدي ربي سبحانه وتعالى يكرمه بأنه إذا كان في شدة أو في بلاء أو في شي هم أو في شي كربة، أن الله تعالى يجعل له فرجا ومخرجا ويستجيب دعاءه. وقلنا بأن الله تعالى حيي كريم رحيم، ملي تكون كتدعي استحضر أن سيدي ربي سبحانه وجل في علاه أغنى الأغنياء وأكرم الكرماء، وهو على كل شيء قدير. يبخلش عليك، يعطيك سبحانه وتعالى، ولكن بشرط تطلب وتلح عليه، تقول لي يا ربي بغيت هذه وعطيها لي. ونحن في هذه العشر الأواخر أخي الكريم أختي الكريمة، واحد الدعوة علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت لي: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر بماذا أدعو؟ فقال لي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. نعود مرة أخرى: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو
فاعف عني. فيستحب للإنسان في هذه الليالي كلها العشر الأواخر أنها تكون هذه الدعوة، هذه تكون هذه الدعوة الرئيسية في كل سجدة، يقولها مرة واحدة في كل سجدة. وقت ما بغي يدير شي دعاء يلح فهذه بالضبط ويقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فاعف عني. وطبعا سيدي ربي إذا عفى عن عبد من عباده غادي يعدمه حاشا وكلا، غادي يمحنه حاشا وكلا. فملي كينزل العفو صافي ذاك العبد يأخذ حريته التامة، يكتبه الله تعالى في سجل العتقاء، يكتبه الله تبارك وتعالى في سجل الأبرار الذين يدخلون الجنة إن شاء الله. والكريم سبحانه وجل في علا لا يعود في هبته، لا أعطاك الكريم رمتي عاوش يقول لك رجع لي داكشي اللي أعطيتك. فسدر بإذا عفى عنك وأعتقك من النار هنيئا، الله يجعلنا يا ربي من العتقاء. فنكثر من هذا الدعاء، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وأنا أدعو به أستحضر بين عيني أن الله تعالى حي وكريم ورحيم، وأنا كندعي بديك الأمور اللي كنتمنى وبديك الأمور اللي كنبغي أستحضر وأتذكر هذيك المسائل اللي كنت كنطلبها منه سبحانه وتعالى في رمضانات اللي فاتت في الأعوام الماضية، هذيك الأمور التي كنت أسأله وكلها تحققت. ياك شحال من واحد كانت الأمنية ديالو أنه يخدم وراه اليوم خدام، شحال من واحد كانت الأمنية ديالو أنه يتزوج اليوم راه مزوج، شحال من واحد كانت الأمنية ديالو يكون عنده الأولاد اليوم عنده الأولاد، شحال من واحد كانت الأمنية ديالو أنه ينجح في الدراسة وياخذ الشهادة الفلانية خدها الشهادة الفلانية، شحال من واحد كانت الأمنية ديالو أنه يمشي يكمل دراسته في شي مكان وتمشى لذاك المكان وكمل دراسته، شحال من واحد كانت الأمنية ديالو أنه يألف كتاب وألف كتاب، شحال من واحد كانت الهدف ديالو أنه يدير شي يعني شي شي, شي عمل من الأعمال ويدير شي شي حاجة وحقق هذاك العمل. الأحلام تتحقق أخي الكريم أختي الكريمة، الدعوات تستجاب، الدعوات تستجاب. العيب ماشي استغفر الله العظيم في الله تعالى حاشا وكلا سبحانه وتعالى عما يصير، العيب فيا انا ما كنطلبش، انا ما كندعيش، انا احيانا اشعر بانني يعني استغنيت. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. فما حدك تسال الله تعالى، ما حدك تطلب الله تعالى، ما حد كتبكي على الله تعالى وكتقول لي بغيت يا ربي اعطيني يا ربي، الله تعالى يحبك ويكرمك. فنسأل الله تعالى أن يكرمنا جميعا بالعتق من النار في هذه الأيام المباركات، وأن يمد في أعمارنا حتى نصوم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. شكرا حسناء نبي كنت معي في الهندسة الصوتية، شكرا أمينة غربي كنت معي في الإخراج وتنسيق الفقرات، شكرا لكم معاشر محبي القرآن الكريم. لا تنسونا من دعواتكم الصالحة في هذه الأيام المباركات وفي هذه الليالي المنورة، دعوا معنا ودعوا معكم. وشكرا جزيلا على الوفاء وعلى المتابعة، كان معكم من وراء المذياع عبد المجيد أمزال، لا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.